بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على عوائل أولياء الدم الأحرار، السلام على المظلومين الصابرين خلف سجون الظلم والأعداء، السلام على رجال الله المطاردين المحروسين بعين الله، السلام عليكم أيها الشعب الصامد والثابت، السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، صدق الله العلي العظيم. مواصلة لإيلام هذا النظام المتعجرف الهاوي للسقوط المحتمي بالاحتلال السعودي المتسبب في هدم مساجدنا وهتك أعراضنا وسفك دمائنا، فإننا أهالي بلدة بارفار وبجميع فئاتها المجتمعية المهنية من مدرسين ومحامين وعمال ومهندسين ومن جميع الوظائف المهنية الأخرى، نعلن عن مشاركتنا في العصيان المدني الشامل في أيام 13، 14، و15 من فبراير، وفاءً لدماء الشهداء ووفاءً لكل من تعرض للانتهاك الصارخ على يد الكيان الخليفي ومعينه الاحتلال السعودي الفاسد. إن مشاركتنا في العصيان المدني الشامل في هذه الأيام الثلاثة المتزامنة مع الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق ثورتنا المجيدة لهي مواصلة للحراك الشعبي الكبير الذي بدأه الشعب في 14 فبراير 2011 وقدم فيه شهيدنا الغالي مفجر الثورة علي مشيمع دمه ونفسه من أجل أهداف الثورة التي خرج من أجلها الشعب، وهو إسقاط الكيان الخليفي الفاسد بزعامة حمد بن عيسى وتقرير مصيرنا بأيدينا. هذا وندعو جميع مكونات الشعب والفصائل المعارضة من جمعيات وأحزاب للمشاركة الواسعة في العصيان المدني الشامل والتكاتف ورص الصفوف في هذه الفعالية الكبرى للرد على إجرام هذا النظام الفاقد للشرعية وتوجيه له صفعة قوية كإنذار شديد اللهجة. ختاما، نسأل الله أن يرحم شهدائنا الأبرار والإفراج عن معتقلينا ويشافي جرحانا ويحفظ مطاردينا بعينه التي لا تنام وينصرنا نصرا عزيزا. صادر عن أهالي بلدة باربار 10 يناير 2014 ميلاديا، بلدة باربار، البحرين المحتله.